السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير في اتم صحة واتم حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة هنعمل شاورما. هي طريقة مختلفة شوية بس ان شاء الله تعجبكم. الشاورما ليها كذا طريقة بس الطريقة دي بصراحة عجبتني جدا جدا وطعمها روعة. باذن الله ان شاء الله هعمل لكم وصفات تانية للشاورما، بس دي اول وصفة معانا للشاورما الفراخ. ان شاء الله باذن الله تعجبكم. معايا هنا نص كيلو من الفراخ، معايا زبادي، معايا ملح وفلفل، معايا بهارات الشاورما بنشتريها الجاهزه العاديه جدا، معايا سماق، معايا ملح تاني ده هقول لكم هنعمل بيه ايه، معايا هنا بطاطسايه برده هقول لكم هنعمل بيها ايه، معايا هنا بقدونس وطماطم وبصلايه. يلا نشوف هنعمل ايه اول خطوه مع بعض وارجع لكم. هنا الشاورما فيها كذا طريقه، الطريقه اللي تحبوها اعملوها، بس انا حبيت الطريقه ديت زي ما قلت لكم قبل كده. وان شاء الله باذن الله هنزل لكم فيديوهات تانية للشاورما اللحمه والفراخ بطريقه ان شاء الله تكون كويسه باذن الله. اول حاجه هنا الزبادي عشان تخليها طريه وجوسي كده معانا، ما تبقاش ناشفه معانا اهي. ومعايا التوابل بتاعه الشاورما اللي هي الجاهزه، حطوها كلها. في ناس بتحب البهارات تكون اعلى من كده شويه، زودي توابلكم نص، مش حبه تبقى هو الكيس واحد بس. مش هكتر في الملح عشان هي اصلا كده البهارات كده فيها ملح، ومعلقه فلفل اسود بس كده، مش هكتر اكتر من كده علشان البهارات بتاعتها تبقاش جامده حسب ما انتوا تحبوا. يعني انا ما بحبش عامه البهارات تبقى جامده في الاكل. هنزل عليها بشويه من الزيت بس كده، طريقه سهله جدا جدا وبسيطه وما فيهاش اي حاجه وكل مكوناتها موجوده. خلاص كده اهي، هبدا بقى اشرب الفراخ من التتبيله كده. واحدة واحدة، وياريت كمان تبقى موجودة في التتبيلة قبلها بيوم، يعني انتي سبتيها قبلها بيوم في التلاجة هتكون احسن واحسن، يا اما قبلها بساعتين تكون في التلاجة طبعا بتبقى طعمها احسن، بتشرب من التتبيلة، بتشرب من التوابل، بتشرب من الزبادي، من الزيت، كل حاجة انتي حطاها بتشرب منها اهي. بس كده هسيبها على جنب، هجيب الصينيه بتاعتي ونشوف هنعمل ايه تاني. انا هنا جبت الصينيه بتاعتي غلفتها بورق فويل عشان تكون سهله في الغسيل بعد كده، لانها هتنزل ميتها والعصاره بتاعتها فهتعمل زي هتحروق في الصينيه، فانا هنا حطيت ورق فويل علشان خاطر تبقى سهله في التنظيف. جبت هنا بطاطسايه هعملها القاعده بتاعه الشاورما، السيخ الشاورما هقسمها هنا كده بالنص تمام، هي مغسوله كويس، هنحطها كده في النص. هجيب سيخ الشاورما، السيخ الشيش طاووق بتاعنا العادي جدا اهي. السن المدبب ده هو هيبقى في البطاطس لان الفراخ سهله تدخل من هنا. اهي كده، وهبدا بقى اجيب شريحه شريحه من الفراخ واحده واحده. بس هنحطها بقى في الفرن لغايه لما تستوي خالص، وبعد كده هميلها على الجناب واشغل عليها الشوايه لغايه لما تاخد معايا لون. هنشوفها هتبقى شكلها ازاي، واول ما ادخلها الشوايه هوريكم شكلها يبقى عامل ازاي. تمام كده اهي،
بس هبدأ بقى اخلص الكمية بتاعتي، لما اخلص ارجع لكم. كده خلاص، بعد ما خلصت هحطها بقى في الفرن، يعني هدخلها الفرن يعني هتقعد من نص ساعة ساعة الا ربع مش اكتر. اول ما الاقيها المية خلاص نزلت وبدأت تنشف معايا همايلها وعلى الشواية من الجناب، لغاية لما تاخد لون من الجناب وكلها تاخد لون نطلعها. اول ما تبدأ تاخد لون هوريكم شكلها عامل ازاي، بعد كده كمان تسويتها. يلا ادخلها الفرن وبعد كده نشوف هنعمل ايه. انا هنا التحبيشه بقى بتاعت الشوارب. هنا اقطع بس الورق بتاعت البقدونس، ناخد بس الورق شيء. دي التحبيشه بتاعت الشاورما، دي مش هحطها على النار خالص، هتبقى كلها كده نايف نايف، مش هحطها على النار. انا هعمل بقى جنبها صوص الطحين، هعمل جنبها بطاطس، حابين تعملوا رز بالكيري تبقى فتت شاورما اللي انتوا حابينه كله اعملوه كده. بس همسك هنا بقى البصله دي هتبقى فيها تكه كده هقول لكم عليها، هتودي الشاورما في حته تانية خالص. ماشي، هقطع رفيع كده جورياني، هي حتت صغيرة هقطعها وارجع لكم. انا كده خلاص قطعت البصل تمام، هصغره شوية اهو. همسك بقى شوية ملح وشوية من السماق وهتبل البصل كله كده مع كده مع بعضه واسيبه على جنب. كل الحاجات دي هقطعها واسيبها على جنب. هقطع الطماطم ولما تطلع الشاورما نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. بصوا هنا خلاص نزلت العصارة بتاعتها كلها المية بتاعتها، فانا هقلبها الناحية التانية واحدة واحدة معايا كده اهي، عشان تاخد من بقية عصارتها او الميه بتاعتها. اول ما هنا الميه تنشف هبتدي اشغل الشوايه عليها على كل الاتجاهات، وبعد كده نشوف هنعمل ايه كده. خلاص بعد ما طلعت في الفرن، لسه طالعه من الفرن دلوقتي حالا، بص درجه البطاطس مش مستحمله معايا واستوت وطلعت من السخن انا عاملاه. هقطعها بقى كده وهي سخنه قوام قوام، ومش هقطعها زي ما هي كده بالطول، لا هقطعها كده بالعكس تمام. هقطعها وارجع لكم عشان سخنه جدا. بصوا هنا بعد ما قطعتها كلها هنزل بقى عليها بقى على الطماطم والبقدونس والبصل الحلو ده اللي احنا تبلناه اهي. بسم الله بص بقى اهي كده، وهبدأ بقى اعمل السندوتش بتاعي بقى الكايزر اللي فيه الطحينة. عملت طحينة انا اهيت عملتها بس كده، ودي الشاورما بتاعتنا خلصت. يا رب طريقتي تكون تعجبكم، جربوها وقولولي لما جربتوها كان طعمها ايه معاكم. طعمها هيبقى خطير وتحفه، ربنا يحسن ما بين ايديكم واشوفكم على خير يا اجمل متابعين. كده خلاص بعد عملت سندوتش بتاعي، بصوا عملت ايه، حطيت طحينه وحشيته شكله تحفه. ما تنسوش بالاشتراك واللايك واشوفكم على خير يا اجمل متابعين.